كان هنا وانتم فيصتوا وبقيتوا في الدنيا تقاسوا، كله يفتح كراسته ياخد محاضرة استاذه. كان هنا وانتم فيصتوا وبقيتوا في الدنيا تقاسوا، كله يفتح كراسته ياخد محاضرة استاذه. شكل مشاكل في بنتي شاكل، شكل مشاكل في بنتي شاكل، الكل يجي عندنا يتاكل. شكل مشاكل في بنتي شاكل، الكل يجي عندنا يتاكل. انت شايفه وسامع، ياريت تقول للي ما شفناش ازاي نهاجم وندافع ونخوف في نفس مخاوفناش. هنغنوا باسم الشارع، اصل الشارع جوانا عايش. شارعك وشارعي بيشبهوا بعض، والارض كده تشبه للارض. مين فينا شارعه بيتخانق، منزلش دافع عنه فرد. مين فينا ما دخلش الشتاء وصاحبه فرش له الارض وار. مين فينا ما دخلش الشتاء وصاحبه فرش له الارض وار. مين فينا جاره ما بيزورهوش، مين فينا احبابه ما تودوش، مين فينا عمال على بطال بيقول بلدنا ما تلزموش. ما هو اصله قاعد مش شغال، والعمر عدى كده ما شافوش. عايز تسيب بلدك طب روح، بس الفراق انت ما قدوش، الفراق انت ما قدوش. مين فينا ما وقفش على النص، يا شف انت شارعه بتتعاكس. كان دمه غيري علشان من بلدي، ما انا بلدي ما تجيبش الفاكس. على بنت جهته الشاب غير ده فيها ضرورة بلدنا يحبوا الشم ويموتوا في اللي دارس تقديم. وناس بلدنا يحبوا الشم ويموتوا في اللي دارس تقديم. شكل مشاكل في بنتي شاكل، شكل مشاكل في بنتي شاكل، الكل يجي عندنا يتاكل. شكل مشاكل في بنتي شاكل، الكل يجي عندنا يتاكل. بس بنتي خلا مسكن مسكن، ابعت سلام في حمام ساجن. واحد واتسرقت محفظته في الشارع وسط الزحمة، مش هندو طعم اللحمة. واحد من جهتي قال عريس، قلت اروح لفرح وهيس. القعدة دي شايطة وفلعاوي، الناس بتهيس تهيس. ايوة القعدة في قلب شارعنا كانشة وغرقانة ودبابيس. ايوة القعدة في قلب شارعنا كانشة وغرقانة ودبابيس. قاموا ناس راسوا وجينا قطعنا، ولهم في الراس التهيس. قلنا اشطلنا ده يحضرنا، قلهم ما بقيت ابليس. مش هنبوظ لابن جهتنا ليلته عشان كان شاب غسيس. بعد ما تمشوا من عندنا نجيلكم ارضكوا يا يلسين. بعد ما تمشوا من عندنا نجيلكم ارضكوا يا يلسين. قدرنا الغايب رجع الدار، لما الناس كلها عالقمة. قال بكرة معدة ست مطار، ياكل من الخال والعامة. بمناسبة رمضان ورجوع اول يوم نفطر في اللمة. بمناسبة رمضان ورجوع اول يوم نفطر في اللمة. العيش في فرن العيش، يا بعد عيش الناس والجيش. صاحب الفرن قاعد له يا عم مفيش بعيد ديب في السوق السوداء، علشان بس يعرف يعيش. بقت الناس بتشوفه تقوله انت حرامي وفر هبيش. بقت الناس بتشوفه تقوله انت حرامي وفر هبيش. من فينا محضرش فرح ودموع، وعاش لحظة من اللحظات اللي اتقالت في الموضوع واللي ترصت في الكلمات. لو ركزت شوية تلقى نفسك في حكام الحكايات، ركزت شوية تلقى نفسك في حكام الحكايات.